إفطارنا اليوم فوق السحاب. إفطارنا اليوم فوق السحاب في مقهى قلمادو صاحب الإطلالة الأروع والأجمل على وزن قول. المطعم يقدم إفطار من الصباح إلى المساء، ومقهى بعد تفطر وتتقهوى على هذه الإطلالة. قلمادو يستحق الزيارة. صباح الخير، وجهتنا اليوم غير إلى أوزنغول، وأخذنا هذه السيارة اللي حتكون رفيقتنا طوال الرحلة. احنا موجودين هنا في طرابزون، اني افتح الخريطة، موجودين في طرابزون، حننتقل إلى أوزنغول. المسافة حوالي ساعة وربع، 80 كيلو تقريبا. طبعا حنمشي بمحاذاة الساحل الى اوف، من اوف حنعكس الاتجاه الى أوزنغول. بسم الله توكلنا على الله. اذا استلمت سيارة ضروري تصورها فيديو قبل تستلمها، تشيك على البودي بالكامل، تشوف ايش في حكات قبل تستلمها، زي الاسطب مكسور وثبتناه في العقد. وافضل انك تاخذ تأمين شامل اللي هو زيرو انشورنس، وتتأكد انه مسجل في العقد. طبعا التأمين غير الضمان، غالبية المكاتب هنا يطلبون ضمان، يعني مثلا تدفع 500 ليرة 1000 2000 ليرة ضمان، إذا رديت السيارة وما في مخالفة ترد لك الضمان. الضمان ذا ضروري تأخذ فيه إيصال، خصوصا إذا كان كاش لازم تأخذ فيه إيصال، عشان إذا سلمت السيارة اللي دفعته كاش تأخذه كاش. والضمان الكاش أفضل من البطاقة، لأنك إذا سافرت ممكن ما ترجع لك في البطاقة. ولا سمح الله تعرضت السيارة لاصطدام، ضروري تقرير المرور، ولا ما حيشملها التأمين. وأفضل الموظف اللي يعطيك السيارة تأخذ رقمه، عشان يكون بينك وبينه تواصل. لا سمح الله صار اصطدام، حادث، تعطلت السيارة، تتواصل معاه مباشرة. السيارة استلمناها بهذه الحالة، إذا رديتها تردها، يعني مو شرط تكون نظيفة، لكن ما تكون متسخة فوق العادة. يعني شوف السيارة نظيفة مرتبة، ما تردها هذه مطينة وحالتها حالة. في هذه الحالة حيوديها المغسلة وحيغسلها وحيحسب عليك ضعف سعر الغسيل مع الموظف اللي راح غسلها. وقفنا نعبي في المحطة، ضروري انك تشوف العداد اصفار، وبعد ما تخلص برضو تاخذ فاتورة. صفر العداد، اذا صفر العداد خلاص الامور في السليم. اخذت الفاتورة واحاسب من الكاشير اللي في السوبر ماركت الملحق في المحطة. طبعا السيارة بنزين، وافضل لو كانت ديزل، الاسعار متقاربة، لكن الديزل يقطع ضعف مسافة البنزين تقريبا، فالديزل افضل. الطريق الى أوزنغول. جو بارد، تحتاج جاكيت، تحتاج مظلة، لأن المطر هتان أحيانا يشد. وصلنا إلى عروس الشمال التركي أوزنغول، بلدة وادعة حالمة في أحضان هذه الجبال وعلى ضفاف هذه البحيرة اللي تعد أشهر بحيرة في الشمال التركي. وأوزنغول تعني البحيرة الطولية. شيء مميز في أوزنغول، تعرفون وش ذا؟ أما اللي ما يعرف هذه ويعرف اسمها، صراحة طفولته ناقصة. اللي يعرف اسمها يكتب لي. طبعا تختلف اسمها يعني على حسب المنطقة، حنا كنا نسميها حرف النون ن، بس ما حكملها، فنانة صراحة.
ما توقعت أوزنغول بهذه البرودة، خصوصا يوم قرب المساء. درجة الحرارة أتوقع أنها 7-8 بهالحدود. يعني الجاكيت إذا ما كان ثقيل ما يكفي. شوفوا هنا اختلف لون البحيرة، لأنه هذا نهر جاي من أعالي الجبال. هذا الطريق لو سلكناه نطلع إلى ديمركابي، ملتقى الأنهار، وبعدها فوق للأعلى إلى بحيرة السمك بلق جول، عاد الثلوج الذوب، وهنا تنزل معاها الطين، يصير اللون بهذا الشكل. طبعا هذا الطمي مفيد جدا للسمك وللبط والكائنات اللي موجودة في البحيرة. شلال أوزنغول، شلال صناعي يستقبل النهر من أعالي الجبال ويهدي من سرعته ويكم. شفت السمك؟ ما أدري لقطوها في الكاميرا ولا لا، السمك نازل من نفس النهر. طبعا السمك ذا من فين يجي؟ من أعالي الجبال في بحيرات بلق جول وفي كذا بحيرة، هذه البحيرات فيها سمك، فيوم يفيض الماء يجرف معاه حتى الأسماك، فتيجي الأسماك تمشي توصل لبحيرة أوزنغول. بشركم اليوم كأن الشمس طلعت. هذا مو أذان، هذا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وآله، ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون. وبحكي لكم قصة. عبد الرحمن بن عوف يقول في يوم من الأيام خرجت أطلب المصطفى، فخرج من بيته فصار يتبعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يشوفه حتى وصل منطقة الأسواف، منطقة معروفة في المدينة قريبة من المسجد النبوي في الشمال. يقول فسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام فجأة فأطال السجود، يقول حتى ظننت أنه قبض، يقول صرت على رأسه. يوم رفع قلت يا رسول الله ظننت أنك قبضت من كثر ما سجدت. قال يا عبد الرحمن أتاني جبريل يبشرني أن الله يقول صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، وفي رواية من صلى عليك صليت عليه بها 10، فسجدت لله شكرا. المسجد ذا يسمى بمسجد الشكر، مسجد السجدة، واليوم يسمى بمسجد أبي ذر في المدينة المنورة. يوم الجمعة له خصوصية في الصلاة على النبي، لحديث في الصحيح أيضا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا الصحابة يا رسول الله صلاتنا معروضة عليك وقد يعني أرمت بليت، فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. شوف السحابة نزلت الجمعة بدري عليها، الجمعة حول الساعة 1 الظهر، حنا ذحين حول الساعة 10 الصباح. الجو اليوم معقول، أمس كان بارد، إن شاء الله أنه يستمر بقية اليوم على هذا المنوال. حاب يتحرك هنا. إفطارنا اليوم فوق السحاب في مقهى قلمادو صاحب الإطلال الأروع والأجمل على أوزنغول. المطعم يقدم إفطار من الصباح إلى المساء، ومقهى بعد تفطر وتتقهوى على هذه الإطلالة. قلمادو يستحق الزيارة. أين تذهب في أوزنغول؟ بشرح لكم في ثواني كيف تتمشى فيها. والسحاب نزل، الضباب والسحاب هنا يتحرك بالدقائق. عموما أوزنغول هذه البلدة الحارمة الوادعة على ضفاف البحيرة، سلسلة من المطاعم والمقاهي تمشيها برجولك. فذيك الناحية نهاية البحيرة حديقة وألعاب أطفال ودبابات يجرونها وسياكل، وفي هذه الناحية الجامع اللي صلينا فيه. أما محيط في أوزنغول عدة معالم. إذا استمرينا كذا نروح على طريق بحيرة السمك، الطريق جميل حول 20-24 كيلو،
النهر يمشي معك حتى تصل قرية ديمركابي. ديمركابي فيها ملتقى الأنهار، نهرين يلتقون فيها، برضو فيها مطاعم ومقاهي مطلة على النهر. والنية اليوم الآن بنتجه إلى ديمركابي، إذا كملنا للأعلى نصل إلى بحيرة السمك بلق جول إلى الثلج، وقريب منها بحيرة، بعد بحيرة السمك تجي بحيرة آيغر جول. إحنا موجودين هنا، هذه بحيرة زنجول الموجودة أمامي، هنمشي بهذا الاتجاه، هذا الطريق جميل. هنا قرية ديمركابي هنقضي فيها وقت، بعدين نكمل 7 كيلو إلى القمة إلى بحيرة السمك إلى الثلوج. أتوقع أنه يكون الثلج مغلق الطريق، حنجرب الآن. أيضا في الناحية الأخرى هنا قدامي موجود مطل تراس على بحيرة زنجول للتصوير، إذا كملنا فوق نصل إلى قرية تسمى تشكر سو وتعني ماء السكر، لكن أنا أشوف طريق بحيرة السمك وديمركابي أجمل منها. وانت طالع من أوزنغول على طريق أوف، خلاص راجع على طرابزون، 20 كيلو من هنا يقابلك مفرق مرتفعات سلطان مراد، برضو جميلة مرتفعات سلطان مراد، الواحد يقضي فيه يوم. أنا أرشح أنه هذا المسار حق بحيرة السمك تقضي فيه يوم، وسلطان مراد يوم، وإذا عندك أيام زيادة اطلع إلى شاكرسو. أما من منتصف النهار وانت نازل العصرية تقضيها البحيرة وحوالين البحيرة والأنشطة الموجودة فيها. انطلقنا بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بداية الطريق إلى بحيرة السمك، حنصعد للأعلى، هناك بحيرة السمك، شوفوا حتى الثلج باين من هنا. الأنهار في قمة تدفقها، ديمركابي ملتقى الأنهار. هذه القرية على سفح الجبل، يجري من تحتها نهرين، هذا نهر وهذا الثاني، يلتقون هنا يتحدون. وبدأنا بطريق الصعود إلى الثلوج، وهذا قوس المطر واضح وكامل من الشرق للغرب، ريمبو. طريقنا من الآن كله صعود إلى بحيرة السمك بلق جول، الطريق شلالات أنهار وبادة ثلج يرافقنا. الله الله الله، لا زال قوس المطر برفقتنا أيضا. الطريق معبد لكن بعد قليل يصبح ترابي، شوف الآن أصبح ترابي ومع الأمطار يصير طيني سلق. جينا المنعطف الأول، الثلج دائما يقطع الطريق. عدينا المنعطف الأول ولله الحمد، مع الأسف انقطع الطريق تماما. الثلج هنا يقول ما لكم لوا، توقفون عندي ولا المفروض نكمل للأعلى. بقي 2-3 كيلو عن بحيرة السمك، وهذه نقطة البداية لتكون الشلالات والأنهار، ذوبان الثلج. شوف يا فيصل، قسمت الثلج، شوف طلعت الثلج، يوه يوه يوه، هذه الفيصل. نزولنا من بحيرة السمك، خلاص كانت جليد وثلوج أصبحت أنهار، في الأسفل شلالات.
اليوم شرفني ضيف مفاجأة في أوزنقول. من تتوقعون هذا الضيف؟ يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. هلا بابا إبراهيم. هلا والله أبو فهد. لا تعبت. لا ندمت أبو فهد. كفو. جيت بطيارة ولا بالبيش؟ لا بالباص. باص. باص. كم ساعة؟ 20 ساعة. الله أكبر. وبعد باص أوزنقول ساعتين يعني 24 ساعة. وأنت في الباص؟ في الباص. قبلة على جبينك أيها الشهم. شكرا يا أبو فهد. اليوم أبو إبراهيم طالع إيطالي. نعم. سباكيتي ليلة إيطالية. نعم. بونجورنو. بونجور إيطاليا. بونجور. سنوريتا. سنوريتا. والسلطة. سلطة شوبان سلطة. شوبان يعني إيش؟ شوبان مين يعني؟ شوبان راعي أبو فهد. سلطة الراعي. نعم. ليش؟ ليش؟ لأنه صباح كان يصحى أمه كانت تحط له اثنين خيار، واحدة توماتو واحدة بصل. أيوة. هو كان يفرمع السريع يعني ايه؟ ما كان يشوف. يعني ما هو لازم يشكل تك 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 كان يجهزها يسوي. يا مرحبا حسنة. الله يحييك ويسعدك. ايوه ابراهيم والله شوبان سلطه عادي حطوا اسمه شوبان يعني ايه. راعي. احسن.